السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذا العرض الذي نخصصه لبيداغوجيا الانتباه والتحفيز. وفي هذا الجزء الأول سنركز بالأساس على تعريف الانتباه والتحفيز وتوضيح طبيعته حتى يتحقق الفهم، لأن الفهم ضروري جدا في ممارسة أفعالنا بشكل فعال. من دون فهم لن نستطيع تحقيق غاية أفعالنا. لذلك إن كان المدرسون يرغبون في شد انتباه متعلمهم بشكل إيجابي وتحفيزهم، لابد أن تكون هذه الأفعال تنطلق من فهم علمي ودقيق للانتباه والتحفيز، لأن الفهم هو جزء كبير وأساسي من الفعل. نلاحظ أن الكثير من الصعوبات التي تواجه العديد من المدرسين، وأيضا من بين نقاط قوة البعض الآخر، هو تدبير الانتباه. وبالتالي أن السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف نشد انتباه المتعلمين والمحافظة على هذا الانتباه، علما أنه من السهل إثارة الانتباه ولكن من الصعب جدا المحافظة عليه واستدامته. يمكن أن نجعل لبعض الحيل لإثارة انتباه المتعلمين. يكفي فقط للمدرس أن يطرق السبورة أو المكتب أو أن يصفق بيده أو يديه ليستدير المتعلمون نحو مصدر الإثارة والتركيز معها في البداية، لكن لا شيء يضمن لنا استمرار هذا الانتباه إلى نهايته، إلى حين تحقق الهدف الذي نتوخاه. بطبيعة الحال ستتساءلون عن الطريقة السحرية لشد انتباه المتعلمين والتحكم فيه. كيف ووفق أي تقنيات يمكن إنجاز ذلك؟ قبل الجواب على هذا السؤال أود أن تفهموا أمرين. الأول، ليس هناك تقنيات علمية متعارف عليها أو طريقة مطلقة صالحة لكل المدرسين وصالحة لكل المتعلمين في أي مكان وزمان. لا توجد هذه الطريقة السحرية التي يمكن أن يطبق أي كان في أي سياق كان. كل ما يوجد هو اجتهادات متنوعة يمكن أن نستخلصها كقواعد من بعض السلوكات والتجارب، ويمكن أيضا تكييفها مع السياق الذي تشتغلون فيه ومع المتعلمين الذين هم تحت مسؤوليتكم التربوية. الأمر الثاني، وهو مهم لأنه يرتبط بالفهم، وكلما كان الفهم واضحا وأفكارنا متميزة ودقيقة كان بإمكاننا ممارسة أفعالنا بشكل دقيق وهادف. إذن بناء على هذا المعطى يمكن أن نتساءل عن ما هو الانتباه وكيف يتحقق الانتباه. أولا، الانتباه هو تركيز حسي حركي، أي توجه بواسطة الحواس الخمس وبنوع من الهدوء الحركي، لأن كثرة الحركة تشتت الانتباه. إذن في الانتباه نحتاج لتوجه بواسطة حاسة أو أكثر من حاسة نحو مصدر المثير، ونحتاج لنوع من التركيز أو الهدوء أو السكون الحركي. الانتباه ثانيا هو طاقة ذهنية، بمعنى يقظة ذهن إزاء المثير لإدراكه والوعي به وفهمه، بمعنى نحتاج للتركيز مع المثير واستبعاد أفكار أخرى مشوشة على إمكانية فهم المثير وإدراكه. كما أن الانتباه هو أيضا طاقة نفسية، أي حالة شعورية وإحساس قد يتأرجح بين الفضول والاشتياق والخوف والقلق. بشكل عام هي مشاعر قد تكون إيجابية أو سلبية، أو هي نوع من التوتر بين ما هو إيجابي وما هو سلبي على مستوى الإحساس.
لنلخص العناصر السابقة قبل الانتقال إلى عناصر جديدة، وأقول إن الانتباه هو قوة التركيز الحسي الحركي وقوة ذهنية لإدراك المثير، ويكون مصحوبا بشعور نفسي يتأرجح بين الفضول والقلق. المسألة الثانية في فهم الانتباه هي التمييز في الانتباه من حيث مصدره بين انتباه خارجي ميكانيكي وانتباه داخلي ذاتي. النوع الأول وهو الانتباه الخارجي يكون عبارة عن رد فعل أي نتيجة لمثير خارجي، سواء كان صوتا أو حركة أو رائحة أو أي عنصر أو حادثة أخرى. مثلا حينما يتكلم المدرس أو يقول اسمعوني أو يطرق السبورة، فهذه الإثارة الخارجية تترتب عنها استجابة أو رد فعل من جهة المتعلم، وهي الاستدارة والتوجه بالبصر نحو مصدر المثير أي المدرس. نحن هنا أمام إثارة تتبع خطوط ميكانيكية سلوكية تعتمد قانون مثير استجابة، غير أن هذا النوع من الانتباه يمكن اعتباره هشا فخجل وسريع التبخر، ويستدعي مجهودا أكبر من طرف المدرسين لتجديده والمحافظة عليه وتعزيزه. النوع الثاني من الانتباه هو التركيز النابع من ذات المتعلم أو الشخص، وهو نوع من القرار الذاتي أو الرغبة الواعية. فالمتعلم ينتبه لأنه يريد ذلك، لأن هذه الإرادة ترتبط برغبة أو بحاجة أو متعة في التعلم. هذا النوع من الانتباه يكون بالمقارنة مع النوع الأول ثابتا وقويا لسبب بسيط، أن مصدره ذاتي وثابت. لكن صعوبته الأساسية وهي أن المتعلمين الصغار في المرحلة الابتدائية مثلا لا يستطيعون توجيه رغباتهم وإراداتهم عن وعي نحو التعلم، بل دائما يوجهون تلك الرغبة نحو ما هو ممتع لهم مثل اللعب. وهنا يكون التحدي البيداغوجي أمام المدرس هو المزاوجة الفعالة بين التعلم واللعب لضمان هذه الرغبة. هناك أمر ثاني مهم في هذا النوع من الانتباه المبني على الرغبة، أنه يخص بعض المتعلمين المتفوقين أو المتوسطين، لأن المتفوقين لديهم الرغبة في المحافظة على تفوقهم وتحسين صورتهم مع أنفسهم ومع محيطهم الاجتماعي، والمتوسطون قد يرفعون هذا التحدي لتحسين قدراتهم للحاق بالمتفوقين، لتحسين صورتهم أيضا إزاء أنفسهم ومحيطهم أي زملائهم وأساتذتهم وعائلتهم. هناك بعض المدرسون، إن لم أقل جل المدرسين، يحاولون تجربة التحفيز الخارجي والداخلي، لكن الأمر لا يتم بالطريقة المطلوبة ولا يحقق الأهداف المرجوة، وهي انخراط المتعلمين بشكل إيجابي وفعال في التعلم. والسبب في هذا الفشل هو أن أغلب المدرسين يلجأون إما لطرق تعزيز إيجابية مثل تقديم حلوى أو نقد أو مكافآت أخرى. ورغم أن هذه الطريقة تكون فعالة في البداية لتحفيز المتعلمين، إلا أنها تفقد فعاليتها مع الوقت، لأن المكافآت تصبح عادية وغير مثيرة، لأن المتعلم تعود عليها ولم تعد تثير فيه أي رغبة، مما يدفع المدرس لتنويع الحوافز والمكافآت والرفع من درجتها وقيمتها، وهو ما يشكل كلفة لا يستهان بها على المدرسين، وأحيانا سيجد أنه استنفذ كل الحيل. إلا أن الجانب السلبي في هذا التحفيز الخارجي هو أنه مشروط كونديسيونال، وكأن المدرس يقول للمتعلمين انخرطوا معي في العمل وسأمنحكم مقابلا، لكن في غياب هذا المقابل كشرط لن يتحقق الانخراط في التعلم،
لهذا يكون هذا النوع من التحفيز شكلا من إفساد الطبيعة الأخلاقية للطفل، لأنه يكرس لديه وعيا بالارتشاء ويصبح انتباهه وحافزيته مشروطة ومرتشية إذا أي عمل نطلبه منه. هناك بعض المدرسين الذين يمارسون التحفيز الداخلي للمتعلمين من خلال مخاطبة إرادتهم وتحفيز رغبتهم في العمل من أجل النجاح عن طريق شرح فوائد التعلم ونتائجه الإيجابية على النجاح في العمل والحياة والمستقبل، غير أن التلاميذ مع الأسف لا يتصورون المستقبل ولا يفهمونه ولا يستوعبون رهانات الحياة، بل كل وعيهم وإرادتهم تستوعب الحاضر. لذلك فإن خطاب النصح ودروس التوعية والتحسيس بأهمية العمل الجاد والانخراط الفعال في العمل تفشل، ويتحول الخطاب إلى خطاب مجرد لا قيمة واقعية له بالنسبة للمتعلم. ولكي يكون تصورنا للتحفيز واقعيا، علينا أن نفهم أن المتعلمين سواء كانوا في مرحلة الطفولة أو المراهقة لا يفهمون الارتماء في المستقبل أو في الماضي، ne se projette pas dans l'avenir ni dans le passé، بل أن وعيهم وإرادتهم يرتبطان بهنا والآن، ici et maintenant، أي الحاضر الذي يعيشونه وهو حاضر آني وقصير المدى ويدركون حدوده، وهنا أي السياق الحياتي الواقعي المكاني الذي يوجدون فيه، أي الفصل أو المدرسة أو الحي أو المدينة. ننتقل الآن للجواب على السؤال ما هي طبيعة الانتباه؟ من خلال العلوم العصبية، أي العلوم التي تدرس الطبيعة العصبية لأفعال التعلم وكيفية تحققها، وهو تخصص جديد ومتطور بالتراد في الدول الأنجلوساكسونية على وجه الخصوص، نجد أن البيداغوجيا المعاصرة في هذه الدول أصبحت بيداغوجيا عصبية نورو بيداغوجي، أي أن الهاجس الحالي هو كيفية فهم كيفية اشتغال الدماغ ووظائفه وتكييف التدخلات البيداغوجية في تخطيط وتدبير وتقويم ودعم التعلمات وفق الخطاطات الوظيفية التي يشتغل بها الدماغ، لأن أي فعل بيداغوجي لم يتوافق مع الطريقة التي يشتغل بها الدماغ سيطرح صعوبة ذهنية للمتعلم، لأن تلك التعلمات لا تتوافق مع خطاطات الدماغ. لذلك هناك عبارة أكررها دائما، وهي أن المدرسين ربما يعرفون كيف تشتغل محركات سياراتهم، ولكنهم لا يعرفون بالقدر الكافي والمطلوب كيف تشتغل عقول تلاميذهم. إذن كيف يتحقق الانتباه من الزاوية العصبية؟ سنجد أن الانتباه يمر بأربع مراحل متدرجة ومتكاملة. المرحلة الأولى وهي مرحلة التوجه نحو المثير لوريونتاسيون، وهي رد فعل حسي حركي عند حدوث مثير معين، فإن الفرد يتوجه بحواسه ويقوم بحركات سواء إرادية أو لا إرادية ليدرك مصدر المثير والمثير بشكل عام وأولي. عندما يصفق المدرس فإن التلاميذ يتوجهون برؤوسهم وأعينهم وأذانهم نحو المدرس كمصدر للمثير. هذه المرحلة بحركاتها ونشاطها تتوقف على الجزء الأسفل من الفص الأمامي للدماغ، سكون أبل نيو كورتكس أوكسيبيتال. أما المرحلة الثانية وهي انتقاء عناصر المثير، la sélection des éléments du stimuli. عندما يتوجه المتعلم نحو المثير يركز دائما على بعض العناصر فيه ولا يدرك المثير ككل ويهمل عناصر أخرى، إما لأن تلك العناصر مألوفة أو غريبة بالنسبة إليه أو لأنها قوية وذات جاذبية،
فالمتعلم لا يدرك دائما المثير في كلية عناصره. عندما يطرق المدرس المكتب بيده أو بالمسطرة، فالمتعلم يركز على الأداة أي اليد أو المسطرة، أما المكتب والمدرس والصوت فيهملهما لأنها غير ذات أهمية بالنسبة إليه. هذه الانتقائية في عناصر المثير ترتبط بالمرحلة الثالثة، وهي تأويل المثير l'interprétation du stimuli، أي تلك العناصر التي انتقاها في المرحلة الثانية يحاول أن يربط بينها ويمنح لكل عنصر معين ودلالة في علاقته بالعناصر الأخرى ليشكل معنى عام للمثير. والذي يتحكم في تأويل المثير هو الخبرات المتراكمة في الذاكرة، وأيضا الحاجات والمخاوف والرغبات ذات أولوية أو التي تسيطر على المتعلم. فالمتعلمون قد لا يؤولون المثير بنفس الطريقة، لأن الخبرات والتراكمات الذهنية والوجدانية والنفسية قد تختلف بينهم. أما المرحلة الرابعة وهي المهمة، وهي رد الفعل أو الفعل l'action أو la réaction. بعد المراحل السابقة وبعد فهم المثير، فإن المتعلم يقوم بفعل استجابة لما يطلبه المثير منه، إما استجابة بالإيجاب أو بالسلب. فهذه الاستجابة ترتبط بعوامل تدخل في عملية تأويل المثير، منها الخبرات السابقة، المناخ العام الذي يتم أو يحدث فيه المثير. إذن كل مثير نبعته للمتعلمين يتم عبر هذه المراحل، ولا بد من المدرسين فهمها واستحضارها. غير أن عملية الانتباه كما قلنا سابقا قد تكون تعتمد مرحليا أو جزئيا على بعض المثيرات لشد اهتمام المتعلمين، لكن المهم في عملية التعلم هو الانتباه الذي ينطلق من الرغبة أو ما يمكن تسميته بالحافز لا موتيفاسيون. هنا نتساءل عن بنية الحافز أو طبيعة الحافز. سنقول إن الحافز يتكون أولا من الحاجة، داخل كل حافز هناك حاجة أو نقص. ثانيا داخل كل حافز هناك وعي بالحاجة، وهو الذي يسمى بالرغبة، بما هي إدراك للحاجة. فالمتعلم لديه حاجة أو نقص معرفي مثلا، ويعي أنه لا يعرف. ثالثا الإرادة أو ما يسمى بالسعي لاستكمال النقص أو إشباع تلك الحاجة الموجودة والتي ندركها ونعيها. رابعا الوعي بالنتيجة أو الإشباع، بمعنى أن الحافز يتوخى أن يصل في النهاية إلى نتيجة إيجابية ومرضية، وأن يحقق لنا إشباعا وإطمئنانا بصد تلك الحاجة التي نعيها وندركها. لذلك فكل نظرية التحفيز سواء في المجال التربوي أو الاقتصادي أو غيرها من المجالات تعتمد على هذه الخطط للمراحل الأربع للحافز أو الرغبة. هنا نصل إلى السؤال المهم والأساسي بالنسبة لكم، هو ما هي القواعد والمبادئ التي يمكن أن نعتمدها في التحفيز؟ أولا أقول يمكن أن نميز هنا بين المبادئ وهي أشبه بقوانين عامة أو شروط، وبين القواعد وهي تقنيات. فالمبادئ تكون ثابتة وعامة، والقواعد متغيرة من شخص إلى آخر ومن زمان ومكان إلى آخر، لكنها في الأساس تعتمد على المبادئ أو أنها مشتقة من المبادئ. لذلك فلا بد في هذه الطريقة أن ندرك المبادئ، والمبادئ هي كثيرة بعض الشيء. يمكن أن نسطر 5 أو 6 مبادئ، بعد ذلك يمكن أن نشتق منها قواعد أو تقنيات. أولا المبادئ والقوانين العامة، ليس كل الأشخاص قادرين على شد الانتباه والتحفيز. هناك بعض الأفراد من لهم شخصيات مشوشة سلبية أو ملوثة، سكون أبل لبرسوناليتي توكسيك، لا يمكنهم تحقيق الإثارة، لذلك
لكي نثير الانتباه لابد أن نمتلك بعض المواصفات الذاتية، وأهمها الكاريزما، الكاريزم. والكاريزما أترجمها هنا بالهيبة، هذه الهيبة التي تمنح للفرد القدرة على منح الثقة. هناك أفراد تشيع الثقة من ذواتهم لأنهم يملكون هذه الثقة في الذات ويمنحون هذا الإحساس الإيجابي بالثقة. ولأن كل شيء مبني على الثقة، فعندما يكون المتعلم في مقام الثقة مع المدرس، يكون بإمكان المدرس التأثير الإيجابي على المتعلم، سواء من قبيل شد انتباهه أو تحفيزه أو غير ذلك. فالهيبة أيضا تتمظهر في المصداقية أو السلطة المعنوية. هناك شخصيات تمنحنا هذا الشعور بالمصداقية في ما يقولونه أو يفعلونه، وعلى العكس فالشك يولد عدم الثقة والمقاومة والرفض. هناك بعض المدرسون من يسعون لبناء هذه المصداقية على التسلط أو العنف أو العقاب، وهي أسهل الطرق، لكن نتائجها تكون سلبية، لأن المتعلم قد يخاف وقد يظهر خارجيا أنه يمتثل لقرار المدرس، لكنه داخليا يرفضها ويقاومها، وهذا الوضع لا ينسجم مع غاية التربية. فالمصداقية التربوية التي تهمنا هنا تبنى على الصدق والانسجام بين الأقوال والواقع، وبين الأقوال والأفكار والأفعال التي نتبناها ونعتمدها في حياتنا اليومية. فالمتعلمون يدركون بطرقهم الخاصة التناقضات التي يقع فيها المدرس من حيث لا يدري، ويدركون أيضا كذب المدرس. وحينما يدركون الكذب والتناقض وعدم الانسجام في أفعال المدرس، تنهار الثقة وتفشل كل استراتيجيات التحفيز وإثارة الانتباه. لذلك فالمبدأ الأول مهم جدا في التحفيز وإثارة الانتباه. علينا كمدرسين أن نشتغل على ذواتنا لكي نطور فيها قدرات الثقة والمصداقية والجاذبية في حدود إيجابية، مثل الاشتغال على الحركات وعلى النطق والتلفظ. أن نشتغل أيضا على حالتنا الوجدانية، مثل التحكم في التوتر أو الغضب أو الفرح. علينا أن نمتلك تحكما إيجابيا ومعتدلا في كل حالتنا الوجدانية والنفسية والحركية. أن نشتغل أيضا على هيئتنا، خصوصا اللباس، أن يكون ملبسنا أنيقا ومثيرا للاهتمام بشكل إيجابي وفي حدود المعقول والمطلوب إداريا واجتماعيا، لأن الأناقة والألوان والنظافة والتنسيق هي أمور إيجابية تثير انتباه واهتمام المتعلمين وتربي فيهم حسا ذوقيا جميلا وإيجابيا. نتوقف عند هذا الحد في هذا العرض على أن نستكمل المبادئ الأخرى والقواعد الضرورية للانتباه والتحفيز في العروض اللاحقة. إلى ذلك الحين أود أن أشدد على أن المفتاح السحري للانتباه والتحفيز هو أولا في شخصيتكم. كلما اشتغلتم على جاذبية شخصيتكم، كان بإمكانكم التأثير الإيجابي على الآخرين أي المتعلمين. ثانيا هو معرفة طبيعة الانتباه والحفيزية كما فعلنا في هذا العرض، ومحاولة استحضارها وأخذها بعين الاعتبار أثناء الاشتغال مع المتعلمين. سنوضح في العروض اللاحقة كيف يمكن أجراء تلك المبادئ، وسنحاول أن نرسم ملامح بعض التقنيات والقواعد. إلى ذلك الحين أتمنى لكم يوما طيبا وإلى اللقاء.